ازاي اعزف الجيتار البيز. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتير سألتني عايزة تلعب بيز، يعني عايزة تلعب جيتار بيز. طيب انا مش بيزست، بس طبعا من خبرتي بالجيتار ومن خبرتي بجيتار البيز ومن خبرتي بالفرق، وكمان شفت كمان ناس كتيرة بتعزف، وشفت كمان اليوتيوب، فاعتقد ان انا عندي فكرة بسيطة ممكن ان انا اساعد بيها كل اللي بيبدأ في البيز. يعني البيز موضوع بسيط مش صعب يعني زي ما الناس متخيلة، ولكن في علاقة جامدة جدا بين البيز وبين الجيتار. الجيتار البيز بيتكون من 4 أوتار. الأوتار بتاعت الجيتار البيز هي نفس الأوتار بتاعت الجيتار العادي أو جيتار الليد، سبانيش أو الإلكتريك أو الفولك أو الكلاسيك أو الأكوستيك. ده أنا بتكلم على أغلب جيتارات البيز، أغلب جيتارات البيز. في بعض جيتارات البيز فيها 5 أوتار و6 أوتار، ما تبصش الموضوع ده قوي، لأن أغلب جيتارات البيز فيها 4 أوتار. هو دول النغمات اللي بتبقى مؤثرة جدا في الوظيفة بتاعت البيز، لأن كلمة بيز جاية من الباص. الجيتار البيز هو بالظبط اللي بيعمله إنه بيحاول يعمل علاقة ما بين الهارموني وما بين الآلات اللي بتعزف ألحان وما بين الآلات اللي بتعزف إيقاع. آلات الإيقاع دي بتبقى جامدة، الطبلة ما فيهاش غير نغمة واحدة بس، فيعني النغمة بتاعت التون بتاعت البيز، النغمة التون بتاعت السنير بتاعت الطبلة أو الدرام، بتبقى نغمة جافة جدا، ما فيهاش ملهاش علاقة خالص بالميلودي. ففي نقلة بتحصل ما بين الميلودي وما بين الهارموني اللي بتعزفه الجيتارات والكيبوردز والآلات ديت، وما بين الطبلة اللي هي أو الدرامز اللي هي بتبقى جامدة. فالنقلة ديت بتبقى عبارة عن إيقاع منغم. الإيقاع المنغم ده بيعمله آلة غليظة شوية قريبة من الإيقاع، وفي نفس الوقت الآلة دي تقدر تعمل نغمات مختلفة فتبقى قريبة برضو من ميلودي. فاللي بيحصل إنها بتعمل رابط ما بين الاتنين. الجيتار البيز موجود معايا اهوت، هو صوته غليظ بالظبط، هو أوكتاف تحت الجيتار الليد أو الجيتار الإلكتريك أو الأكوستيك أو الجيتار العادي. فإن النوتة بتاعته بتتكتب بمفتاح الباص، مفتاح اللي هو مفتاح الفا اللي هو تاني خط عندك بيبقى فيه في المدرج، بيبقى فا، فا اللي هي الغليظة بتاعتنا بتاعت الجيتار اللي هي أعلى حاجة في الجيتار الأكوستيك أو اللي هي أول خانة خالص أول فريت، دي عندنا فا في الجيتار العادي. بالنسبة للجيتار البيز دي بتبقى تاني خانة فوق، يعني كأنها الري مثلا بتاعتنا العالية. فطبعا بتنسب كل النغمات اللي على المدرج إلى نسبة الفا ديت اللي هي موجودة على تاني خط من فوق. طيب الباص يشبه ايه كمان؟ انت في المدرج بتاع الجيتار احنا بنقرا مفتاح سول بس، بنقرا خمس خطوط بينهم 4 مسافات، مفتاح سول موجود على الخط الثاني، يعني النغمه الخط الثاني بيعمل نغمه سول. بالبيانو بقى كمان بيعزف مدرج ثاني خالص اسمه مدرج الفا، اللي هو ثاني خط فوق اسمه فا، بين المدرجين اللي هي دو اللي في الوسط اللي هي عندي على الجيتار نمره الخانه الثالثه في تاني وتر من فوق، دي النغمه اللي في النص بالظبط للبيانو اللي بتفصل ما بين ايده اليمين وايده الشمال. فالايد الشمال في البيانو بتقرا بالظبط كانه جيتار البيز، والايد اليمين في البيانو بتقرا كانه الجيتار. عشان كده بيقولوا على البيانو اله مكتمله الهارموني، فيها بيز وفيها تريبل، فيها البيز وفيها الايد اللي بتعزف الميلوديز والايد اللي بتعزف الالات الحاده زي الجيتار والناي والفلوت والالات دي كلها. يا عم الجيتار البيز وجعت دماغنا، طب نعزفه ازاي البتاع دوت؟ هو بسيطه ليه، انا هقول لك على 4 طرق تعزف بيها الجيتار البيز مبدئيا. اولا لازم تفهم ان الجيتار البيز زي ما قلنا ال4 اوتار اللي فوق دول كالجيتار الليد بالظبط، فكل السلالم بتاعتنا والاربيجيوز بتاعتنا بتمشي مع الجيتار البيز. فانت لو حفظت السلالم على الجيتار الليد وعرفت النغمات اللي بتبقى على المسطرة بتاعت الجيتار، انت سهل جدا انك انت تعرف برضو الجيتار البيز نغماته ايه، وتقدر تلعب الجيتار البيز بناء على المعلومات اللي انت اخدتها من الجيتار الليد. طيب الايد اليمين بتعمل ايه؟ الايد اليمين يا اما بالصبعين دول بتبادل العزف في اي مكان، هنا طبعا ما بقربش المسطرة قوي الا لو انا
لما بحب اعمل صوت السلاب دوت او صوت الحد دوت في الجيتار، انما عاده بعزف في الحته اللي هي عند الميكروفونات ديت وبين الميكروفونين لو انا عايز دوت. فانا بسند ايدي على الجيتار من فوق وببتدي ان انا اعزف. مسطره الجيتار البيز طويله شويه والجيتار البيز نفسه جيتار تقيل. طب تقيل ليه؟ لو تاخد بالك من الاوتار الغليظه ديت، دي حوالي مثلا كل وتر من دول حوالي 4 أضعاف تخن الجيتار الليد الاوتار الليد، فعلشان يطلع الصوت الغليظ دوت فلازم الجيتار نفسه يكون يستحمل، المسطره بتاعته تكون تستحمل شد، فالعمود اللي في الوسط ده بيبقى عمود قوي، وفي نفس الوقت الجيتار نفسه يستحمل ان الاوتار ما تشدوش وتكسر الجيتار او تقوص المسطره. فطبعا جيتار البيز بيبقى تقيل شويه وبيبقى شيله يعني مش حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت كمان بيبقى اقوى شويه في التحمل، والمايكات بتاعته مخصصه على انها تلقط الاصوات من الاوتار الغليظه ديت. طيب الاربع طرق بقى ايه اللي انا هقول لك عليهم عشان تعزف الجيتار البيز؟ الجيتار البيز لما حاجه اقرا، لو شفت النوته اللي موجوده عندي على الشاشه دلوقتي هتلاقي 4 كوردات. اول كورد دو ماجير منير وطفر، كورد ماجير دو ماجير، تاني واحد ري منير، تالت واحد لا منير، رابع واحد سول ماجير، وبكرر الكوردات دي في عجله او ان انا بعمل ان هي لوب. طيب كان ديت بالظبط النوته اللي انت بتجيلك من الناس اللي بتعزف الفرقه او الاغنيه او المقطوعه اللي انت هتعزفها دي. الجيتار البيز اسهل حاجه ليه وهي حاجه مضمونه انك هتعمل فعلا هتأدي وظيفتك كويس جدا في الباند، انك تمسك النغمه الاساس بتاعه كل كورد. يعني اول كورد كان دو ماجير، همسك النغمه الدو، هي دي النغمه اللي انا هركز عليها. تاني نغمه كانت ري، تالت نغمه كانت لا، رابع نغمه كانت سول. بغض النظر الكورد سول ماجير سول منير دو ماجير دو منير، سيبك من دول، امسك النغمه الاساس بتاعه الكورد، اسم الكورد نفسه هتلاقيها سهله مش اسهل من كده. انا هعزف ازاي البيز؟ قدامي طريقتين، ممكن اعزف بالصباعين اللي في ايدي دول كاني بلعب بالظبط الجيتار الفلامينكو، بريح ايدي على قمه الجيتار كده وبالايد ديت بقدر اوصل للاربع اوتار بتوعي اللي انا بعزف بيهم. طب دي اول طريقه. تاني طريقه ان انا هعزف بريشه زي الجيتار بالظبط، فانا بعزف الريشه بالظبط، باجي على الحته اللي هي بين الميكروفونين وببتدي اعزف. فانا قدامي طريقه من الاثنين دول اقدر اعزف بيها الجيتار البيز. طبعا في حاجات تانية، السلاب مثلا بيسموه سلاب، ان انا بخبط الجيتار البيز. فهنعمل تجربة دلوقتي ان انا هعزف اول طريقة ان انا اقدر اعزف بيها المصاحبة بالبيز مع الاوركسترا او مع الالة الموسيقية. هسمعكم تراك فيه جيتار ودرامز، فانت هتسمعوا ان الفرقة ناقصة حاجة، في حاجة مش مظبوطة. اسمع كده معايا. شفت؟ طيب اول طريقه ان انا هعزف ضربتين مع كل مزوره من موازير الايقاع يعني. فهنسمع دلوقتي الايقاع، هخليه يعمل لفه وبعد كده هعزف معاها نوتين في كل مزوره. ادي اول طريقة. تاني طريقة ان انا هعزف 8 نوت، يعني كأني بقسم المزورة الواحدة بعمل فيها بيتين في كل بيت، يعني ضربتين في كل ضربة، يعني 2 semi quavers. هنجرب كده. ادي
طيب تالت طريقة ان انا اقلد بالظبط البيت بتاعي اللي هو اللي بيعزفه عازف الايقاع او عازف الدرامز. طب ازاي الكلام ده؟ نجرب كده. رابع طريقة والأخيرة إن أنا أعزف إيقاع جملة إيقاعية، يعني مثلا زي الأغنية بتاعت I just called to say I love you بتاعت ستيفي وندر، كل الناس عارفينها طبعا، دي أغنية مشهورة جدا من الثمانينات، كانت من الأغاني بتاعت القمة في العالم. فهنسمع دلوقتي التيمة بتاعتها اللي تتعزف مع ستيفي وندر. ودول كانوا الاربع طرق اللي انا اقدر اعزف بيهم الجيتار البيز بسهولة، واعتقد ان انا وضحت الفكرة كويس. دلوقتي اتمرن على الجيتار البيز، اتمرن على السلالم بتاعتنا اللي بنعملها مع الجيتار الالكتريك، وانت هتفهم بالظبط الجيتار البيز بيعمل ايه، وبالطريقة دي تقدر انت تعزف مصاحبة مع الات الفرقة او كجيتار بيز او عازف جيتار بيز. واشوفكم الحلقة الجاية.